عقد عدد من الوزراء اجتماعا تنسيقيا موسعا بحضور محافظ جنوب سيناء خالد فودة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في ملف تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة. كما بحث الوزراء آليات التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية بالمدينة واستعدادات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف 27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل.